السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على القناه لمواليد برج الدلو. صلى على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء حبايب قلبي، علشان الدعاء والاستغفار بيغيروا القدر. يلا بينا بقى نشوف الاخبار اللي عندك. بتسالوني كتير برج الدلو برج الدلو. طيب يلا قراءه قويه لبرج الدلو، بس برج الدلو ينزل باللايك وبالتعليق الجميل اللي زيه. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. بسم الله برج. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حالتك النفسيه تعبانه ليه؟ حالتك النفسيه اليومين دول متاثره ليه؟ في كلام رايح جاي، في مواضيع بتتفتح، في مواضيع عندك بتتفتح. عندك هنا رزق كبير جاي لك. الرزق ده هيجي لك من خلال سلطه او من خلال مال بعيد عنك، رجوع حق ليك. مالك فيك ايه اليومين دول؟ بتفكر كتير ليه؟ حيران في موضوعين او في همين ليه؟ في حاجتين انت حيران فيهم. في حد هنا هيجي لك وهيطلب منك السماح، حد هيكلمك ويقول لك هتشكي له همك، هيشكي له همه، هيبقى في كلام متبادل بينكم. بس دموعك على خدك، دموعك جوه عينك ليه؟ مش عارف تنام الليل، حاسس بحيرة. عندك هنا نغزة في قلبك، عندك هنا دوخة، عندك هنا صداع، ألم في الجسم، حاسس بالتوهان. حتى أكلك مش منظم اليومين دول ليه؟ عندك صراع بينك وما بين القلب، القلب عايز حاجة والعقل عايز حاجة. احنا ما اتفقناش على كده، احنا اتفقنا ان انت تدخل الايام اللي جاية بطاقة ايجابية. ليه الحيرة؟ ايه الكلام اللي انت سمعته زعلك؟ خلاك زعلت قوي من اشخاص كتيرة جدا. لو انت بالك مشغول بدراسة فانت عندك نجاح في دراسة، عندك ورق هيخلص على خير، ورق سفر. انت في تفكير رهيب في دماغك، فلو انت عندك سفر فانت عندك سفر، لو انت بالك مشغول بالدراسة فانت عندك نجاح في الدراسة. امال مالك؟ قلبك مكسور، مطعون، اتطعمت كتير من اقارب، من احباب، من اشخاص مقربين لقلبك وكنت بتحبهم. عليك عين قوية، والعين القوية دي هي اللي صايباك بالحسد الشديد اللي عندك في حياتك. لو انت ناوي على خطوبة فانت عندك خطوبة، لو انت بتفكر في الجواز فانت عندك تجمعاتك كلها بتدل ان في جواز قريب جدا منك. حصل عندك اكتر من مرة محاولة فاشلة، فشلت في باب دقيت عليه وما اتفتحش، فشلت في علاقة حب وما كملتش، الله اعلم. بس حصل عندك فشل، وده طبعا اثر عليك انت سلبيا الفترة دي. بس الفترة اللي جاية شايفة لك تحسن، شايفة لك تفاؤل. هتصحى من النوم في حماس، عندك في كلام، في مواضيع، في امور بسم الله ما شاء الله عليك. شايفة ان القمر هينور بيتك، وده بيدل ان انت هتخرج او هتغير السكن اللي في حياتك. بس انت عندك عدة المواضيع اللي بتتفتح قدامك، مخلياك حيران، مخلياك مش عارف تاخد قرار. شايفة لك هنا كمان بسم الله ما شاء الله ممكن يكون في ربط احداث بترقية حلوة هتحصل عليها في مجال العمل، في مجال الحياة اللي عندك، او انت ناوي تستثمر، تبيع، شغال في العقارات، شغال في، عايز تبيع تشتري، الله اعلم. انت عندك مواضيع بتحاول تخلصها. عايزك صديق مقرب ليك، عامل حبيب، خلي لي بالك منه. الصديق ده اقدر اقول لك ان هو مش حابب لك ايه الخير. اللهم صل وبارك. هنا عندك بعض الاسامي، عندك اسم محمد، عندك اسم يوسف، عندك اسم علي. الثلاث اسامي دول موجودين عندك، ممكن يعني الثلاث اسامي دول لو موجودين عنك، موجودين عندك في حياتك، عايزاك بس تخلي بالك منهم. مش هقول لك اديهم خوانه، بس خلي بالك منهم، ويا ريت المعامله تكون على القد لو عندك حد من الاسامي دي. الايام اللي جايه انت هيكون عندك طريق جديد وهيتفتح قدامك، والطريق ده هيكون خير. مش هتحس بقيمه الطريق ده غير بعدين لما تدرسه كويس او تحصل عليه كويس. فلو انت عايز تبيع وتشتري الفترة اللي جاية دي انت بتفكر كتير، فانصحك ما تفكرش ببيع او شراء غير لما يجي اليوم المناسب. طيب اليوم المناسب هيكون ايه؟ هتصحى من النوم نشيط، هتصحى من النوم عندك تفاؤل، حابب الحياة جدا، وحابب تعمل حاجات كتيرة جدا. لما تصحى من النوم في اليوم ده هتلاقي نفسك في امور بدأت تتظبط عندك.
بسم الله ما شاء الله. عايز تشتري تليفون، عايز تعمل اتصالات، عايز تعمل حاجات كتيرة جدا تخص مشاريع، تخص امور. عندك هناك بعض الاصدقاء اللي في حياتك واوفياء جدا ليك، واقفين جنبك عايزينك تبقى حاجة كويسة. شايفة انه في واحدة ست، والست دي ظهرها لك قوي، هي اللي عامله لك السحر، هي اللي موقفه حياتك، هي اللي عامله لك المشاكل دي كلها. انت عندك سحر مرشوش، والسحر المرشوش ده عامل لك الم في رجليك، عامل لك الم في جسمك غير طبيعي، فخلي بالك من نفسك وكون حريص. علشان كده ده السبب الرئيسي اللي عندك وقف حال، عندك كده مش عارف تاخد قرار، طاقة تفكير، طاقة تشتت، مش عارف تاخد قرار كده، بتسمع كلام يضايقك يخنقك، مش عارف تاخد قرار. في حد عندك متسلط، او حد بيحب العلاقات الكتير. انت بسبب السحر ده بتشكي من حاجات كتيرة جدا خلي بالك، وبتشكي من مواضيع بدأت تظهر في جسمك، جلدية، عندك مشاكل في الجلدية، اسنان بدأت توجعك بطريقة رهيبة، ألم في المعدة مش عارف تفسره ازاي. فانت خلي بالك من نفسك وكون حريص ان انت تدخل في حالة نفسية تضايقك او تخوفك، وما تكونش انت عامل فيها حساب. في شخص، الشخص ده بينك وما بينه ربط، او بينك وما بينه مش هقول لك علاقه، بينك وما بينه رابط كده حلو. الحد ده انت خايف عليه قوي، هو عزيز على قلبك، خايف تخسره، خايف يروح منك، الله اعلم. بس الشخص ده انت بتحبه جدا وبتعزه قوي. في منكم بعض الاشخاص في علاقه تانية، او في طرف ثالث بيتدخل في علاقاتكم، في طرف ثالث بيحاول يعرف اخباركم، الله اعلم. بس انا شايفه لكم طرف ثالث بيحاول يحشر نفسه في حاجات ما تخصهوش، بيحاول يتدخل في كل كبيره وصغيره، وطبعا دي حاجه انتم مضايقاكم جدا، حاجه خانقاكم جدا، وانتم مش حابين الكلام ده، انتم حابين المواضيع تكون بالراحه. في كمان خروج من ازمه ماديه، او خروج من سجن، او خروج من مشكله صحيه، الله اعلم، ربنا هو اللي عالم. لو انت عندكم حد مسجون، فالحد ده طبعا في خانقه وفي ضيقه عشان هو في سجن، او عندكم حد عايش، او انتوا عايشين وسط بشر وحاسين ان انتوا في سجن، حاسين ان انتوا مخنوقين ومضيقين. فخلوني بالكم بس من الاقارب اللي في حياتكم، من المقربين اللي انتوا بتاكلوا معاهم عيش وملح. انتوا ما تعرفوش قد ايه الاشخاص اللي ممكن تكونوا بتاكلوا معاهم في طبق واحد، هم اللي يطلعوا بره ويخنوكم، هم اللي يطلعوا بره ويتفقوا على اذاكم. فياريت تخلوا بالكم. اكتر حاجة الايام دي انت عندك بتتردد احلام، في حلم او في كوابيس عندك في مناماتك. ليه؟ ليه رجلك بتنمل بسرعة؟ شايفة ان جسمك بينمل، عيونك بتوجعك، الكلام ده كله ليه؟ مين الست اللي عندك اللي شعرها طويل؟ ست شعرها طويل وبيضة وعيونها واسعة وملامحها حلوة، مين الست دي؟ مين مواصفات الست دي اللي أعدالك على الكبيرة والصغيرة، اللي مش وراها حاجة غير ان هي تعرف اخبارك؟ انت اكتر من مرة على قد ما انتوا طيبين، وعلى قد ما انتوا واسكين من نفسكم جدا، وبتحبوا النزاهة، وبتحبوا الخروج، وبتحبوا تهتم نفسكم، دي عندكم نمبر ون، وعندكم عذاب، عذاب الضمير، بتلوموا دايما ضميركم، ما تعرفوش تعملوا حاجة غلط، دايما ضميركم كده في عتاب بينكم وبين نفسكم، ما بتحبوش تعملوا حاجة غلط، ولا بتحبوا نفسكم، عزيزة جدا عليكم، وده أجمل ما فيكم، وثقتكم في نفسكم اللي مخلياكم لو هتموتوا ما تقدروش تطلبوا حاجة من حد، ده كله بيعزز من نفسكم. انت الفترة اللي جاية دي هيحاولوا يستغلوك، بس ربك هو الوحيد اللي هينجيك، ربك هو الوحيد اللي هيخرجك من الأزمة اللي انت فيها. عندك كمان هنا طاقة، وطاقة فرج، وطاقة الفرج دي بسبب خبر حلو هتسمعه، بس خلي لي بالك ان انت من شخص ممكن يرجع لك في الماضي، الشخص ده هتلاقيه بيحاول يأذيك. انت كان بينك وما بين حد علاقة، وكانوا دايما انت بتعاند او هو بيعاند، كان في دايما معاندة بينكم، والمعاندة دي سببت لكم مشاكل، سببت لكم، خليت كل واحد ياخد قرار مختلف عن التاني،
وطبعا انت الكلام ده كله مش عاجبك ولا ماشي على هواك، بس انت ساكت ومستحمل وبتقول انا ليا رب كبير ان شاء الله خير، ربنا هيصلح الحال، وبالك مشغول جدا الايام دي بالحالة العاطفية، مفيش استقرار خالص للحالة العاطفية، بس الله اعلم اذا كنت انتوا مشتاقين للماضي او حابين علاقة ترجع لكم من الماضي، او حابين علاقة جديدة تظهر لكم في حياتكم، انت اللي تقدروا تحددوا ايه اللي بينكم وما بين الماضي، او انتوا بتحاولوا ترموا الماضي ورا ظهركم علشان اتألمتوا فيه كتير. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. بص انتوا هنا لو هديتوا اعصابكم الامور هتمشي زي ما هي ماشية، انتوا بتحبوا رقم 3 او رقم 2، انتوا دايما بتحبوا تكونوا الاوائل في كل حاجة، بتحبوا ان انتوا تكونوا دايما من قدام، بتحبوا ان انتوا تكونوا دايما ظاهرين في كل مكان. عندك هنا موازنة امور، هتوازن بعض الامور اللي في حياتك، وهيجيلكم اخبار حلوة عن الماديات، بس انتوا الفترة دي بالكم مشغول، المنفصلين تعبانين جدا، المنفصلين بالهم مشغول، طاقات تفكير تشتت، ولا عارفين يطلعوا قدام ولا يرجعوا لورا، حاسين ان هم واقفين ومتكتفين. اهدوا كده وصلوا صلاة استخارة في القرار اللي انتوا عايزين تاخدوه. في كمان هنا حد مركز معاكم قوي قوي قوي، الحد ده عايز يستلف منكم فلوس الايام اللي جاية، او هيكلمكم في مكالمة تخص فلوس الله اعلم، بس هيبقى في كلام فلوس. هم طم مشكلتهم ان هم طمعانين فيكم، فاكرين ان انتوا مولودة ببقكم معلقة دهب، معرفوش ان انتوا طفحتوا الكوت علشان توصلوا لاي حاجة في حياتكم، فما تقلقوش خالص علشان انتوا عندكم مبذرة الايام اللي جاية، يعني عندكم تخطيط بعض المشاكل. في كمان هنا حلم انت عمال تحلم بيه، او في امنية عمال ترددها على لسانك، الامنية دي هتكون خير، وخلي بالك ان انت هتحصد من وراها خير جدا، وقريب جدا هتسمع حاجة تخص حد غايب عنك بقاله مدة، تخص حد بعيد عنك بقاله فترة الله اعلم. اخبار حلوة بسم الله ما شاء الله، قدامك 3 ايام بالظبط وهتسمع خبر حلو بقاله مدة عاطل، او في امور هتتبدل عندك بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. انتوا حابين العزل قوي الايام دي، حابين ان انتوا تكونوا لوحدكم، مش حابين يكون في تجمع بينكم وبين حد، حابين ان انتوا تختصروا ناس كتيرة جدا الفترة دي، حرفيا انتوا مش عايزين تعملوا اي حاجة، رغم ان انتوا بدأتوا توازنوا علاقاتكم، رغم ان انتوا بدأتوا توازنوا اموركم، رغم ان انتوا بدأتوا توازنوا كل حاجة موجودة في حياتكم، رغم ان الفترة اللي جاية هيكون في تقدمات حلوة مع تبشرات حلوة بإذن الله، بس لو انتوا بالكم مشغول وعندكم عدة عراقيل في حياتكم بسبب الطاقات السلبية، لا انصحكم تهدوا اعصابكم خالص. في قضية ورث، او في مشكلة مع العيلة على ورث، او في مشكلة تخص فلوس من العيلة، حد مستلف منكم فلوس ومش راضي يسدها، او كل ما تتكلموه بيتهرب منكم الله اعلم. في زي ما قلت لكم لو انتوا بتحبوا رقم 3 او في او رقم 2، فانتوا عندكم هنا طريق مفتوح هيتفتح قدامكم، والطريق ده هتلاقوه سند من عند ربنا، علشان هيكون في توفيق حلو جدا، وفي امور هتبقى ناجحه باذن الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. في تطوير في مواضيع، انتوا عمالين تزوروا الطبيب، ممكن البعض منكم يكون مستني حمل، والحمل ده ان شاء الله باذن الله هيكون قريب جدا، ممكن يكون الفتره اللي جايه دي في حمل عندكم، في زياده في الاسره، في امور حلوه انتوا هتحصدوها باذن الله. في حد انتوا هنا قدمتوا له كل الحب، قدمتوا له كل الدعم، قدمتوا له كل الحاجات الحلوه، والحد ده انتوا ما خدتوش منه غير الكلام والمشاكل، ما خدتوش منه غير النغزات في القلب، وعشان كده انتوا اكتر الايام دي اللي حاسين بدوخه، حاسين ان انتوا الايام اللي فاتت دي كلها راحت هدر. لا اهدوا خالص وهدوا الاعصاب بتاعتكم، علشان انتوا داخلين في فتره جريئه، داخلين في فتره مليئه بالمفاجآت. عندك هنا علاقه مع ابراج، والابراج دي البرج ده
تعبك او مخليك بتفكر كتير جدا. في واحده ست دخلت بيتك خربته، في واحده ست عماله تزن عليك علشان تخرب لك بيتك او تخرب لكم بيوتكم وانتم مش واخدين بالكم، فيا ريت تهدوا شويه وتطلعوا لي من طاقات التفكير اللي عندكم. انتوا بتدافعوا عن نفسكم، بتدافعوا عن حد في موضوع او في حاجه، رغم ان انتوا قلبكم طيب جدا ورغم ان انتوا اللي في ايدكم مش ليكم، بس حظكم قليل في الحياه جدا. فيا ريت تحافظوا على كده قوي، تحافظوا على طيبه قلبكم وتحافظوا ان انتوا حظكم قليل، ما تقعدوش تتعاملوا مع حد كده يطمع فيكم ويدخلكم في مواضيع تضايقكم، تدخلكم في مشاكل. المتجوزين يا ريت ما تخلوش اي حد يعرف اي حاجة عن حياتكم، علشان انتوا تحت المراقبة او تحت العيون، تحت العيون. فان شاء الله باذن الله يكون في اخبار تخص مواضيع كتيرة جدا هتتفتح قدامكم، علشان انتوا بالكم مشغول. مشكلتكم كمان في الوسواس اللي مش سايبكم في حالكم، وسواس تفكير. الوسواس ده عامل لكم مشاكل بطريقة رهيبة جدا. الوسواس ده مخليكم بتفكروا 24 ساعة في ال 24 ساعة. طب هتفضلوا لحد امتى تفكروا؟ التفكير جايب لكم مشاكل في الجلد، جايب لكم مشاكل في حياة عندكم. انتم معرضين للحسد جدا جدا الفترة دي، رغم ان عندكم اسم حلوة مع اشخاص حواليكم، رغم ان انتوا عندكم انطلاقات حلوه برضو هتخرجكم من الضيق والخنقه اللي انتوا بتمروا بيه حاليا، بعد طبعا موازنه اموركم اللي انتوا فيها، وهتدخلوا في امور عكس ما انتوا متوقعين. ليه؟ علشان انتوا صبرتوا واستحملتوا، فحان وقت ان ربنا يجبر بخاطركم. فيا ريت تخلوا بالكم من نفسكم كويس جدا، وكل خطواتكم اللي انتوا هتخطوها يا ريت تكون مدروسه اكتر من كده. في هنا ترحيب، الترحيب ده حد هيرحب بيكم او حد هيتكلم معاكم، حد هيبقى معاكم في حب، في علاقات، في امور باذن الله. في كمان هنا خبر سار او موضوع مهم، كلام مهم هيتفتح قدامك، هيتقال قدامك بسم الله ما شاء الله. عندك بعض الامور، بس انت الايام دي من اكتر الفترات اللي عندك خمول وكسل وارهاق، رغم ان انت عندك فرحة حلوة، عندك حاجة هتدمع عليها العين فعلا، بس انت هنا قلبك موجوع، قلبك موجوع جدا، حاسس ان جوه قلبك نار، حاسس ان الفرح بيتأخر عنك، حاسس ان انت عندك بقى برود في الاعصاب بسبب اللي انت شفته في حياتك. ما بقاش زي ما بقتش زي الاول، ما بقتش ان انت تفتح قلبك بسرعة، ما بقتش ان انت تبقى شخص زي ما هم فاكرين، اتغيرت 180 درجة، والتغيير ده طبعا لصالحك انت، علشان انت شفت كتير من الحياة او اتظلمت كتير الفترة اللي فاتت دي بسبب اشخاص كانوا يعني اشخاص كده بيحاولوا ان هم يبينوا ان هم بيحبوكم، بيحاولوا ان هم يبينوا ان هم عايزينكم مبسوطين وسعداء، بس انتوا اكتشفتوا حقيقتهم متأخر، اكتشفتوا قد ايه الاشخاص دول مش كويسين ومنافقين وكذابين، او بمعنى اصح بيلعبوا على الطرفين. طيب بعد ما عرفتوا عملتوا ايه؟ بعد ما عرفتوا ايه اللي حصل عندكم؟ اتخدعتوا، اتخدعتوا اكبر خداع. انتوا دايما كنتوا معرضين للمشاكل. لو عندكم علاقة مع الابراج الترابية فانصحكم ان انتوا تحطوا عينكم في وسط راسكم، علشان الابراج الترابية دي انتوا مش هتسلكوا معاهم، يعني مش هتعرفوا تتعاملوا معاهم قوي، علشان انتوا عايزين حاجة وهم عايزين حاجة. رغم ان عندك امور مبشرة بالخير، رغم ان عندك سلطة حلوة وفرحة باذن الله ما هتكونش في الحسبان او متوقعة، بس انت عندك بطوء في مواضيع، بطوء في مشاريع، بطوء في حاجات معينة، والحاجات دي طبعا انت مخلياك مش عارف تاخد قرار ولا تفكر ازاي. فلو انت هديت اعصابك الفترة اللي جاية هتلاقي الامور اللي تناسبك، وكمان هتلاقي الامور اللي تحصد من وراها. الطريق اللي انت مختاره صعب، عايز تكمل فيه وبقى تستحمل اي حاجة هتحصل فيه، هو طريق هتكسب من وراء خير
او مشروع هتكسب من وراه خير، بس هو صعب مش بسهوله. بس انت مفيش حاجه تعيبك، ليه؟ علشان انت واثق في كل حاجه تخص حياتك، وثقتك بنفسك هي اللي بتنجيك من حاجات كتيره جدا، هي اللي بتنجيك من عذاب، هي اللي بتنجيك من هم. ثقتك بالله ان انت واثق في خطواتك دي اكبر حاجه حلوه جدا انت بتعملها لنفسك. انت قادر ان انت تغير من كل حاجه في حياتك الفتره اللي جايه باذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. ليه العصبيه ازاي ده؟ طيب اول حاجه انتوا عندكم مواجهه، والمواجهه دي انصحكم انصحا تاما ما تكونش فيها العصبيه الزايده دي، وما تكونش فيها قرارات خاطئه انتوا بتخطوها. الحاسه السادسه دي بتخليكم تربطوا الاحداث كلها ببعض وبتطلعوا نتيجه رهيبه، والنتيجه دي بتكون اخرها حلو جدا ليك، او بتحصد من وراها خير، بتحصد من وراها امور حلوه بتخليك تعرف عدوك من حبيبك. انت دايما معرض للاستغلال، ليه؟ علشان قلبك طيب جدا، قلبكم يعني قلبكم طيب، بس جوه قلبكم نغزات، جوه قلبكم طعنات، جوه قلبكم صراخ، القلب عايز يصرخ بس انتوا بتطبطبوا. الايام دي انتوا بتستعيدوا الصمت لحياتكم، بتستعيدوا نقطة القوة بتاعتكم، الضمير عندكم بيعذبكم في حاجة انتوا عملتوها، بقيتوا عايشين لا مبالاة، بتقولوا استوب كده، حان وقتي ان انا ابص لحياتي بشكل مختلف، حان وقتي ان انا لو اتخذلت او اتخنت او حصل لي اي مشكلة ابص لحياتي بشكل مختلف. فبسم الله ما شاء الله، اللهم صل وبارك عليك، عندك ازدهار بنفسك مع قوة انت هتعملها لنفسك. انت محدش ليه جميل عليك، انت محد انت ليك جميل على كل الناس، وهو ده اللي ظهر لك قوي، ان انت محدش عمل معاك حاجة كويسة، بالعكس انت اللي قدمت وانت اللي وقفت وانت اللي عفرت وانت اللي عملت كل حاجة كويسة، وما لقيتش من وراهم غير الخزلان والطعن. واللي قلت عليهم مستحيل يخونوا، مستحيل يخدعوني او يصدموني، هم اللي صدموك وهم اللي كسروك، وعلشان كده دمعتك قريبة جدا على خدك، دموعك دايما نازلة، انت ما بتنامش بالليل زي الناس، انت اول ما بتحط دماغك على المخدة التفكير بيمسك دماغك بيموتك، لدرجة ان انت بتقول يا رب خلاص انا ما بقتش قادر اقوم. بس برضو قوي، انسان قوي جدا او اشخاص قويين جدا، رغم اللي انتوا شفتوه، رغم ان انتوا اتألمتوا كتير، بس ربنا هيكبر بخاطركم. انتوا اكتر اشخاص يقدروا يداروا الوجع، يقدروا ان هم يبانوا للناس بقوة خارقة، بس جوه قلبهم دموع، جوه قلبهم هم كبير شايلينه وخيبات امل، وده بيدل ان انت من الاشخاص اللي هم باذن الله في اقرب وقت هيكون عندكم اخبار او انطلاقات حلوة او مواضيع بسم الله ما شاء الله هتكون حلوة. انت دقيق جدا في احساسك، وعشان كده الفترة اللي جاية من اكتر الفترات برضو اللي هتعبر فيها عن مشاعرك، وهتقول كل الكلام الحلو اللي بينك وما بين اشخاص مقربين لحياتك او اشخاص هيساعدوك ان انت تطلع من الهموم اللي انت فيها.